يقول: ما حكم الاحتفال بالأعياد؟ عيد المعلم، عيد الأم، عيد بعد شنو؟ عيد الميلاد، عيد الزواج بعد. صار عيد الأب الحين بعد؟ أوه زين الحمد لله. استغفر الله. على كل حال المسلمون لهم عيدان فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل المدينة وجد لهم أعياد، قال: لنا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. وأما غير هذين العيدين فغير مقبولة أبدا، غير مقبولة أبدا. لكن إذا كان يراد تكريم المعلم مثلا أو تكريم الأم أو لا يخص بيوم معين، يقال هذا يوم المعلم، كل بين فترة وفترة يكرم المعلم، كل بين فترة وفترة تكرم الأم، بل الأم تكرم في كل يوم. والحين بعد دخل معها الأب، يدخلونهم مع بعض، ايش يحطون يوم للأب ويوم للأم، يكرمونهم مع بعض 7 أيام بالسنة، حنا أكثر منهم، هم عندهم يوم بالسنة حط 12 كل شهر، ها؟ اي نعم، مو بعد سبع شهر الأم كل شهر، واحد بالشهر عيد الأم، مشكلة هذا. لكن القصد أنه كعيد ليس للمسلمين إلا عيدان اثنان فقط، أما بقية هذه الأعياد فكلها مبتدعة لا يجوز المشاركة فيها ولا عملها. هنا